الشمس في الأفق الشرقي من القرية، يبدأ النور بالتسلل رويدا رويدا في قرية جميلة قاحلة. تستيقظ الصباحات مع ولادة نور جديد يتسلل بنايات أمازيغية صامدة، وبين ثنايا الجبال القاسية يرقص شعاع الشمس الأول على قمم الصخور الضاربة كلمح من الأمل في قلوب سكان القرية. بدأ بهدير الرياح ونغمات صوت الطيور النادرة التي تعيش على جرأة هذا المكان. ذلك يرتقي إلى سمفونية هادئة تعكس بداية يوم جديد. نسيم الصباح يلمس وجوه أهل القرية بلطف محمولا برائحة البساطة والتضحية. يستيقظون بين جدران الصخور تشق الحياة طريقها وسط صمت الجبال. أحمد أحد رعاة هذه القرية يبدأ يومه البسيط والمليء بالأنشطة ويرتدي زيه التقليدي البسيط استعدادا لرحلة إلى المرعى، حاملا معه المؤونة الضرورية، ومعه خبرته القديمة في التعامل مع الأغنام تجوب خطاه الأرض الوعرة بحذر وثقة. يستعدون ليوم جديد بكل امتنان وثقة. صراع الماعز في الطبيعة يعكس بعض جوانب صراع الإنسان مع الحياة، حيث يتطلب كل منها القوة والمرونة والتكيف مع التغيرات، ويتعين على الفرد القتال من أجل البقاء وتحقيق الهدف المرغوب. في قلب جبال الأطلس ينبض جيل يومي بجماله وصلابته. قرية أمازيغية تتألق بتقاليدها وعاداتها الأصيلة، والرعي اليومي بات رمزا لحياة هؤلاء السكان في هذه البيئة القاحلة، حيث يعتمدون على قطعانهم للحصول على لقمة العيش. تجلى روح التعاون بين السكان في هذه القرية الأمازيغية في كل خطوة يتبادلون فيها المساعدة في رعي الماشية، ويشاركون بعضهم البعض الموارد الضئيلة المتاحة في البيئة الجافة والصعبة، ويعتمدون على بعضهم البعض لمواجهة الصعاب والتحديات. زاوية تتألق المباني الأمازيغية التقليدية التي تعكس مهارة السكان الأصليين وتعيدك إلى زمن قد مضى. تفروين قرية تقع بجماعة تلفيض إقليم ترودانت جنوب المغرب، تنتمي إلى مشيخة تيحيا، ويقدر عدد سكانها ب219 نسمة. رغم افتقارها لأبسط أمور العيش الطبيعية كالماء الشروب والمواصلات والطرق، إلا أن تفروين لا تزال تحتفظ على روحها الأمازيغية وتستنشق منها عبق التاريخ والتقاليد. تواجه بلدة تفروين تحديات كبيرة تتمثل في نقص ملحوظ في المياه النظيفة والصالحة للشرب، والتي تؤثر على جودة الحياة. أشهد أن لا إله إلا الله. في وقت
الظهيرة الهادئة والمشمسة يرتفع صوت الآذان بين هذه الجبال، ينبعث كنغمة هادئة تعلو قرية قاحلة. فهو ليس مجرد دعوة لأداء الصلاة فقط، ولكنه أيضا يمثل رمزا للتقوى والانتماء الديني، ويأخذنا في رحلة عبر إيمان السكان وارتباطهم العميق بدينهم وبلدتهم. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Allah.